وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. زيارة الأربعين سيل طوفان، سمه ما شئت، لابد أن نتعامل مع هذه الزيارة كمعاملتنا مع سيل جارف يأتي من علم وينتقل في الصحراء ويهدم ما يهدم، ولكن في نفس الوقت أيضا السيل إيجابيات. هذا عن السيل المادية لمقدار من الماء الذي يأتي جارفا، وهذه الزيارة أيضا جارفة تهدم الشرك وذنوب العباد، ومن ثم لها ما بعدها. الإمام الحسين رفع راية الأنبياء فأصبح هو راية مباركة مقدسة، والزائرون الذين أتوا إلى هذه الزيارة قد يرى بعضهم أن مهمته انتهت وأنه قام بالواجب وأظهر الولاء لأهل بيت النبي والبراءة من أعدائهم، ومن ثم يرجع إلى بلده كيوم ولدته أمه بعيدا عن الذنوب والمآثم وما ارتكبه خلال العام. الزيارة من الناحية المادية انتهت، لكن من الناحية المعنوية بدأت. ذلك أن المواكب التي كانت تخدم الزوار في هذا الطريق، هذه جمعت خيمها وآلات الخدمة من مختلف المناطق، وأصابت المؤمنين بالكآبة. الإنسان في عصر يوم الأربعين يشعر بنوع من الحزن، كأن الزيارة قد انتهت. نعم، انتهت من الناحية المادية، لكنها بدأت من الناحية المعنوية. كل زائر للحسين لابد أن يكون رافعا لراية الحسين في بلده. هنا محطة انطلاق، هنا ليست ميناء الوصول. الزيارة يحملها المؤمن معه. أقول لبعض الإخوة حينما يأتون إلى هذه الزيارة ويسألون ما الذي نطلب من الحسين، أقول: أطلب الحسين من الحسين، أحمل في قلبك الحسين وانطلق في الحياة. رسول الحسين هم زواره، كما أن الإمام الحسين كان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو إذن من الذين أرسلهم الله. في هذه الآيات المباركات التي تلوت طليعتها عليكم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون، الذين ذهبوا إلى أنطاكية وهي مدينة موجودة في تركيا، وهي مدينة مسيحية وكانت من قبل مدينة مشركة، فأرسل عيسى بن مريم رسولين إلى هذه المدينة يدعون أهلها أن يؤمنوا بالله الواحد الأحد. الله يتحدث عنهم كرسل له، يقول: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين. لا يقول أرسل عيسى بن مريم، إذ أرسلنا إليهم اثنين. قد يرسلك
شخص إلى مكان وأنت تمثله في ذلك المكان. فإذا كان المرسل نبيا من الأنبياء فإنك تكون رسولا من رسل الله، وإن كان من حيث المقامات وضعك يختلف عن النبي. الحسين وارث آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ورثهم في كل شيء وحمل رايتهم في كربلاء. لكن أنت من؟ تصور لو أن الحسين خرج من قبره الآن وطلبك شخصيا وقال لك اذهب إلى بلدك، اذهب إلى قومك، اذهب إلى جماعتك وتحدث معهم بكذا وكذا، تحدث معهم عن التوحيد، تحدث معهم عن النبوة، عن الإمامة، عن العمل، عن السلوك، عن كل ما جاء به الدين، فأنت تعتبر نفسك رسول الحسين. لكن في الحقيقة الحسين يرسلكم إلى أصقاع العالم، إلى مدنكم وقراكم، وأنتم جئتم إلى هنا لكي تأخذوا من الحسين بعض ما حضاه الله عز وجل، تأخذوا بعض شجاعته، بعض إيمانه، بعض تقواه، بعض عدله، بعض مقاومته للظالمين، وتنطلقوا في الحياة تبلغون على الحسين ما كان يقصده في نهضته المباركة. كيف نتعامل مع هذه الزيارة؟ نتعامل معها كما قلت، كما نتعامل بعد أن يأتي سيل وينتهي. فالذين يعيشون في تلك المناطق يحاسبون حسابهم الذي حدث، لماذا حدث، كيف حدث، وإلى آخره. مثلا من الذي قتل الإمام الحسين؟ الأمة كلها قتلت الحسين وهي شريكة في دمه، إلا الذين دافعوا عنه. الذين دافعوا عن الحسين، أصحاب الحسين، مع الحسين ويبشرون مع الحسين. لكن نحن نلعن ذلك الذي جاء وزيد السواد، يعني ما اشترك في القتال، ولا ضرب بسيف، ولا ضرب برمح، ولا ضرب بحجر، ولكن اشترك، كان سواد أعداء الحسين سلام الله عليه. نلعن في زيارة عاشوراء القوم الذين ركبوا الفرس مجرد أراد، مجرد ذهب، حتى أننا نقول من شارك في قتل الحسين بالرضا من قتلته فهو منهم. هذا واحد من عدل قلبه كان مع بني أمية، وحتى أهل الكوفة كما قال الفرزدق للإمام حينما سأله عن ما خلفه، كان قادما من الكوفة على أبو عبد الله: قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. شنو قيمة أن قلبك مع الحق لكن يدك، رجلك، أعضائك، لسانك، كلامك، موقفك كل مع الباطل؟ هذه الحقيقة، الحقيقة في الموقف وليست الحقيقة في القلوب. عمر بن سعد أيضا في أواخر لحظات حياة الإمام الحسين سلام الله عليه وهو مطروح على الأرض وكل قوم يتكل على غيره لكي يحز رأس الإمام، قال عمر بن سعد: انزلوا وأريحوه، يعني اذبحوه. فقالت زينب سلام الله عليها: أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فجرت دموعه من عينه على لحيته الخبيثة. هذا القلب الخبيث، هذا القلب المنافق الذي عيونه تجري على الحسين ويأمر بذبحه: انزلوا وأريحوه. نحن نريد القلوب، نحن نريد المواقف الحقة، نحن نريد الحقيقة، الحسين يريد ذلك. فأول ما يجب علينا أن نشعر بأننا نحمل رسالة الحسين لقومنا، ورسالة الحسين في الدرجة الأولى أن تتغير عاداتنا، تقاليدنا، طريقتنا، أخلاقنا. هذا قادم من الحسين، فإذا يحمل بعض صفات أبي عبد الله. الأمر الثاني، هذه الجموع التي جاءت إلى كربلاء من كل أصقاع العالم، بعض الناس ارتبطوا ببعض، يعني لم يكن يعرف أحدا،
من مناطق مختلفة، من أوروبا، من أمريكا، من أستراليا، من مختلف مناطق العالم، تعرف عليه، لابد من المواصلة معه. من تعرفتم عليه في هذه الزيارة واصلوا الكلام معهم، الإرشاد لهم، التوجيه وإلى آخره. يعني اعتبر أن هذه كانت مجرد مكان اجتمع فيه أتباع البيت وتعارف بعضهم مع بعض. استمر في هذا التعارف، استمر في هذه الأخوة. لماذا كانت زيارة الأربعين هي من علامات المؤمن؟ لأن من يشترك في هذه الزيارة في الحقيقة يشترك معك في إيمانك، في عقيدتك، في توحيدك لله، في إيمانك بنبوة رسول الله، في إيمانك بأهل بيت النبي. هنا لم يكن أحد من المخالفين، لم يكن أحد من النواصب، كل الذين اشتركوا كانوا ينادون لبيك يا حسين. الأمر الثاني، لا شك نحن بشر ولسنا معصومين، وهنالك لعل مواقف تحدث في هذه الزيارة المباركة العظيمة جوانب سلبية لا بد من دراستها وتجنبها في العام القادم. أعتقد من الضروري أن كل واحد منا كما يشترك في الزيارة بمفرده، ولكن يكون ضمن هذا الجمع، ضمن هذا المحيط. أنت لو وقفت على ساحل بحر تنظر إلى الماء الذي أمامك كبحر، لكن لو حملته في كفك تنظر إليه ككف من الماء. أنت مع الجمع جمع ومع نفسك مفرد. ولذلك كما اشتركتم في إقامة هذه الزيارة المباركة، لابد أيضا أن تكون جهودنا تصب في العمل الجمعي، العقل الجمعي، النشاط الجمعي. منها أن ندرس كيف يمكن إقامة هذه الزيارة في السنة القادمة أفضل مما أقيمت في هذا العام. ما هي النواقص التي لابد من رفعها؟ أنا أعرف مواكب كثيرة تبدأ الاستعداد للموكب القادم في السنة القادمة من عصر يوم الأربعين ويتهيئون، وهذا واضح. ما معقول إقامة هذا الجمع العظيم الذين يأتون من كل مكان إلا بالتهيئ المسبق. الفقير في العادة يجمع فلسا فلسا لكي ينفق فيما بعد على زوار قبر أبي عبد الله. نحن أيضا يجب أن نفكر بالعام القادم، ما هي النواقص، ما هي الأمور الإيجابية التي لابد من التركيز عليها. أحدهم يأتي ومعه 100 من الشباب، يعني يتهيأ للزيارة مسبقا، يأتي بهم إلى كربلاء، بعضهم إلى المرة الأولى، بعضهم في المرة الثانية الثالثة، لكن يتهيأ لذلك. كل واحد منكم يتهيأ للسنة القادمة من الآن، يرى نفسه رسولا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينطلق في الحياة ويدعو الآخرين ويتهيأ في الجانب المعنوي، في الجانب الروحي، في الجانب غير المادي. الجانب المادي ماشي وهذا أمر مهم وعظيم ولا شك في ذلك. لولا حسينيات الخدمات لم يكن بالاستطاعة إقامة هذا المهرجان العظيم، هذا السيل من الجموع، هذا السونامي البشري الذي يأتي إلى مدينة كربلاء. ومدينة كربلاء فيها 4 ملايين نسمة، 1,700,000 نسمة رسميا، والباقي ساكنون هنا بدون إجازة من الدولة، وهذا الأمر طبيعي. يعني الناس يحبون الحسين، يعشقون الحسين، يأتون إلى الحسين، رسمي غير رسمي، تصريح مو تصريح. شو دخلنا؟ نحن ماخذين التصريح من أبي عبد الله، سواء بالسكنة في مدينته أو في زيارته. التصريح جاي من الله، رسول الله. فلان يريد تصريح، فلان يريد يقيد، شو دخلنا في هذا؟ نحن اكتشفنا طريق الجنة من خلال الحسين، من خلال كربلاء. الوصول إلى الجنة يمر بكربلاء. فإذا هاي القضايا ما عندنا شغل فيها. المهم كربلاء 4 ملايين، لكن يأتي إليها
أنا أعتقد بشكل عام الذين حضروا أكثر من 29 مليون، لكن بعضهم لا يحسب لأسباب معينة. الإحصاء الرسمي 21 مليون و400 وكذا ألف من البشر. زين، هذا العدد شلون يقدر مدينة صغيرة تستوعب 4 أضعاف 5 أضعاف؟ ما عندنا في العالم. عندنا بعض الدول نفوسها 60 مليون مثل إسبانيا تستقبل خلال عام 60 مليون سائح، وليس خلال يوم واحد. حسينيات الخدمات تؤدي هذه الخدمة، وهي خدمة عظيمة ومهمة ولا بد من التشجيع عليها، لكن ليس المقصود هو ما يحصل عليه المرء في هذه الزيارة من حسينيات الخدمات. المقصود شيء ثاني، أن نحمل كما قلت الحسين معنا إلى بيوتنا، إلى أهالينا، إلى قرانا، إلى أقوامنا، إلى بلداننا. نحمل هذه الروح معنا إلى هنا، فأن ندرس النواقص التي كانت، أن ندرس الاقتراحات التي يمكن أن تكون في المستقبل، أن يحاول كل واحد من الزائرين القادر على أن يكتب، على أن يسجل، يكتب كتابا ولو صغيرا عن تجربته الشخصية في هذه الزيارة. ترى التجارب الشخصية مهمة، الناس يتأثرون بالتجارب الشخصية أكثر من التجارب العامة. لا، أنت شخصيا كيف جئت؟ شنو التحديات اللي واجهتها؟ شنو اللي حصلت من هذه الزيارة؟ شعورك ما الذي كان؟ إحساساتك ما الذي كانت؟ كل من يأتي لزيارة الحسين يكتب كتيبا صغيرا عن تجربته الشخصية. الذي خدم أيضا يكتب، الذي أتى ورأى مناظر معينة أيضا يسجل. من جملة أن نبشر بهذه الزيارة أهل العالم، يا جماعة هنا زيارة مختلفة عن جميع الزيارات. أنت شايف لك 20 دولة 100 دولة، لكن تعال هنا نفذ زيارة مختلفة، شيء مختلف تجده هنا لم تجربه من قبل ولم تجربه من بعد. فنبشر بهذه الزيارة، نصمم كل واحد منا منكم أن يأتي على الأقل بـ10 من الذين لم يزوروا. أكو واحد من الأخوة الله إن شاء الله يفرج عنه مسجون في سجون الظالمين في مكان ما، هذا كان عنده في الموكب لطيف، موكبه يأتي لمن لم يأتي إلى زيارة الحسين من قبل، ويستقبله من المطار ويودعه في المطار. واشتركنا معه في السنوات الماضية، وكنا نأتي أشخاص ليس فقط لم يأتوا لزيارة الحسين، إنما لم يكونوا يعرفون الحسين، تعرفوا عن الحسين في هذه الزيارة. وبعضهم لم يكن يؤمن بهذا الدين، بدين جد الحسين صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أتوا وتغيرت حالتهم، نظرتهم، تعرفوا على الحسين، عرفوا الحسين. هذه حقيقة موكب جميل لطيف، لو تكثر من هذه المواكب أن يرفع الإنسان راية، أنا آتي وأساهم في زيارة من لم يكن قد أتى لزيارة الحسين من قبل، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. لم أرى، لم أشاهد، لم أسمع أن أحدا جاء إلى هذه الزيارة ثم عاد ولم تتغير نظرته إلى الإمام الحسين، وإن كان سابقا لا يعرف الحسين ولا دين الحسين، لكن يذهبون ويتكلمون وينشرون. أنتم أيضا انشروا كليبات، انشروا المناظر التي في الانترنت الموجودة، هذه انشروها وسعوا دائرة النشر. ترى الجماعة مقاطعين هذه الزيارة، يعني الذين يهتمون بمظاهرات من 10 أشخاص ويخلوه الرقم الأول في الأخبار، لكن 26 مليون، 21 مليون، 19 مليون، 15 مليون، 10 ملايين، 5 ملايين، قاطعية. الإعلام الدولي لا يريد هذه الزيارة، لأنها زيارة تصب في خانة الدين.
الدين وهم لا يريدون الدين، يريدون أن الناس ينسلخوا من دينهم، فلذلك لا يتكلمون عن هذه الزيارة إلا إذا وقعت حادثة، انقلبت سيارة مات فيها أحد، أو انفجار كما كان يحدث في السنوات الماضية، هذا يتكلمون عن انفجار قتل دم، لكن هذه زيارة كله لحظة منها في الحقيقة يمكن أن تعمل لها نشر مؤثر على الناس. أنا سألت ثلاثة من الشباب كانوا جايين، طبعا بالقياس لا عمري كانوا شباب لكن 30 سنة 29 سنة، واحد كان من الولايات المتحدة الأمريكية والثاني من لندن والثالث من إسبانيا. سألتهم هذا السؤال، ما الذي وجدتم هنا؟ قالوا وجدنا التفاني، وجدنا التواضع، وجدنا العطاء. وامرأة أيضا كانت من بريطانيا جاءت قالت لي ما يلي، قالت الدعايات كلها تقول أن الأوضاع في العراق غير مستتبة أمنيا، وأنك تخرج من بيتك فلا بد أن تصيبك قنبلة، ومن يخرج يقتل في جرنار. شفنا هذا البلد خاصة فيما يرتبط بزيارة الإمام الحسين، أأمن من مناطق الأمان الموجود. جئنا ذهبنا رجعنا سالمين ولله الحمد. طبعا يوم اللي 21 مليون يأتون إلى مكان واحد أجل جاي لأنه يعاني من أمراض يموت، لكن بالنتيجة زيارة قامت بدون أن يفتخر أحد بأنه هذا العام الموسم الحج مشى بلا مشاكل، وعشرات يموتون من الجوع والعطش والشمس، يموتون الناس يشوفوا. لا الحمد لله، يعني يجعل الحجة زينة له، لا أحد سيجعل هذه الزيارة زينة له، هذه زينة الله، هذه الزيارة هي لله وفي الله وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انشروا لأن الإعلام يقاطع، أن تكون وزير إعلام لهذه الزيارة، أنت انشر ما وجدت من النواحي المختلفة في هذه الزيارة المباركة. ترى في العالم ما يمكن أن أحد يحصل على شربة مي مجانا. اذهب إلى لندن ونيويورك وباريس وسيدني، مناطق العالم كله، شوف إذا أنت عطشان تقدر تحصل لك شربة مي مجانا أبدا، أو شاي مجانا أبدا. لكن في هذه الزيارة ألغي المال كوسيط للحصول على الحاجة. أصلا يقول لك تعال هنا لطارقة سورة، لكن طائرات طبعا يأخذون، فنادقهم يأخذون، إن شاء الله يأتي يوم من الأيام طائرات مجانية، سيارات التكاسي مجانية والفنادق مجانية. أصلا اطلع من بيتك وتعال ولا تخلي في جيبك شيء. أحد الأشخاص عمل ذلك، قال حقيقة هذا يتأجر، فجيت وما أخذت معي مال، ما أخذت. طبعاً دفعت قيمة التذكرة ونزلت من المطار وخرجت، كل المواكب موجودة أصلاً يجون عليك ويتوسلون بك ويرون أنك لأن لك الفضل عليهم إذا استجبت لدعوتهم. هذه القضايا مشروعها في العالم، لأنني أعتقد والله أعلم أن هذه الزيارة هي عبارة عن تجربة لعهد الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر، لأن في ترك الروايات عندنا أنه إذا ظهر الإمام فإن كل الناس يحصلون على حاجاتهم ليس بالمال. يقول لك صل على محمد وآل محمد، يعطيك اللي تجربة لعهد الإمام حيث تكون الأمة أمة واحدة، المنطلق واحد، الهدف واحد، الشعار واحد، والكلام الذي يجري بين الناس كله كلام عن الله، عن الرسول، عن الحسين، عن التضحية، عن الجهاد، عن العطاء. يعني هل أنت حينما تمشي من النجف إلى كربلاء تتحدث عن مشاريع اقتصادية عندك، عن بيع، عن شراء، عن بيت، عن زوجة، عن أولاد؟ أبداً، الناس كلهم يتحدثون
عن الحسين ويسمعون عن الحسين. وكما قلت سابقا كأن السماء تمطر الحسين على الناس في كل مكان، القلوب مليئة بحبه، مشتعلة بحب الإمام الحسين. ولذلك وتطبيق لما قاله النبي أن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، لا تبرد هذه الحرارة. ليش؟ لأن الله كما في الحديث الرواية إن الله إذا أحب عبدا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، وإذا أبغض عبدا قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. وأعتقد الله أعلم أن 90% من الذين أتوا لهذه الزيارة لم يكن في بالهم حتى ثواب الزيارة، كان في بالهم حسين، جايين للحسين. الحسين رسالتنا، الحسين هويتنا، الحسين ماضينا، الحسين حاضرنا، الحسين مستقبلنا. ومنهج الإمام الحسين هو الذي لا بد أن نعتمده في حياتنا، وننصر الله عز وجل حتى ينصرنا. كونوا رسل الحسين إلى مناطقكم، أقوامكم، عوائلكم، وتخلقوا بأخلاق الحسين سلام الله عليه، واطلبوا منه العودة إلى كربلاء، هذه المحطة الإيمانية المباركة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته.